ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الروسية موسكو الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي. أستاذ رامي، برحب بحضرتك إلى هذه الفترة من التغطية، ونحن الآن على أعتاب العام الثالث للأزمة الروسية الأوكرانية وسط غياب لأي أفق لحل الصراع، والمشهد ربما يتصف بالضباب في مسار حل هذه الأزمة ووقف الصراع. هل يتجه هذا الصراع نحو التجميد؟ في الواقع كل المؤشرات تؤكد ذلك، ولكن التجميد لا يزال حل بعيد المدى نسبيا، وعلى الأرجح لن يتحقق إلا بحلول نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بعد أن تتضح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. فإذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب فهذا سيزيد من فرص روسيا في فرض شروطها على كييف، لأن ترامب يعرف بأنه رجل أعمال أكثر منه رجل سياسة، وفي سنوات حكمه الأربعة من 2016 إلى بداية 2021 كان أمريكا أولا لم يكن مجرد شعار، وإنما كان منهجية للسياسة الخارجية والداخلية الأمريكية، فبالتالي هو لم يستثمر تلك المليارات في دعم أوكرانيا، ما يعني أن كييف ستضطر للقبول بالشروط الروسية لتجميد النزاع لا تسوية، لأن فعليا نعم يعني أنت تتحدث الآن عن الدعم الأمريكي، في المقابل يوجد أيضا الدعم أو دعم الاتحاد الأوروبي، ألن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يكون كافيا في دعمه لأوكرانيا؟ بالفعل الدعم الأكبر لأوكرانيا هو الولايات المتحدة وتليها ألمانيا، لكن جميع الدول الأوروبية لا تملك تلك الإمكانيات المالية والعسكرية والتكنولوجية لدعم أوكرانيا مثل واشنطن، فبالتالي واشنطن هي اللاعب الرئيسي في هذه القضية. إذن تريد القول بأنه إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية أن الإدارة الجديدة ستكون، خاصة إذا ما كانت من نصيب ترامب، ستكون عاملا مؤثرا في تجميد هذا الصراع؟ بكل تأكيد، وترامب ألمح مرارا أنه إذا كان في الرئاسة لكان قد أنهى النزاع على وجه السرعة، لأن فعليا الآن الجرأة الأوكرانية على مدى العامين الماضيين كانت ناجمة عن الدعم الأمريكي وحصولها على صواريخ أمريكية عالية الدقة مثل صواريخ هايمرس ونوفم باتريوت للدفاع الجوي، لكن إذا انقطع هذا الدعم فستصبح كييف أكثر مرونة في المفاوضات مع موسكو. نعم، بعد مرور عامين أستاذ رامي على اندلاع هذه الأزمة، من الطرف الرابح في هذه المعركة؟ فعليا لا طرف رابحا، لأن روسيا وأوكرانيا دفعت ثمنا باهظا بشريا واقتصاديا في خلال هذين العامين، وأوروبا دفعت فاتورة اقتصادية باهظة جراء ارتفاع نفقات الطاقة، لكن الرابحين الفعليين هم الولايات المتحدة والصين كونهما بعيدين عن جبهة الصراع. الولايات المتحدة فعليا أعطت نفسا جديدا لطائها للصناعات الحربية، وفعليا عشرات مليارات الدولارات التي تخصص لأوكرانيا تبقى في معظمها في الداخل الأمريكي تستخدم لتشغيل المصانع العسكرية. أما الصين فهي تستفيد من جهة حصولها على موارد الطاقة الروسية بأسعار تنافسية بعد أن أصبحت محظورة أو غير مرحب بها في أوروبا، وكذلك الصين استطاعت لأول مرة أن تصبح عملتها اليوان عملة احتياط لدولة كبرى مثل روسيا، فبالتالي يمكن القول أن هذين البلدين يعني الصين والولايات المتحدة هما الرابحان. نعم، يعني هي تعتبر حرب بالوكالة بكل تأكيد، لأن الغرب يدرك أنه لا يستطيع أن يدخل في حرب مباشرة مع روسيا، لأن روسيا تملك ثاني أكبر كثافة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة، ولكنه يسعى لاستنزافها عبر خلق بؤر توتر في حدائقها الخلفية، وعلى مدى سنوات وعقود طويلة تجاهل الغرب المصالح الروسية
في أوكرانيا مما أدى إلى انفجار الوضع في نهاية المطاف. نعم، يعني ألا تفطن الإدارة الروسية إلى هذا الأمر وتوقف العملية العسكرية ما دامت لم تحرز أي تقدم مذكور كما أشرت؟ هذا الاحتمال مستبعد. روسيا قد تجمد العملية العسكرية عندما تصل إلى خطوط تماس محددة في أربع مناطق ضمتها إلى سياداتها في الشرق الأوكراني، وتحديدا دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخرسون، وبالتالي هذه المناطق أصبحت روسية بموجب الدستور الروسي. روسيا الآن أصبحت في وضع لا تستطيع فيه أن تتراجع. نعم، دعنا نوضح للسادة المشاهدين ما هو المقصود بمصطلح تجميد الصراع. تجميد الصراع هو يعني وقف أعمال القتال من دون اعتراف رسمي بنتائجه من قبل أي من الطرفين، ولكنه يتيح وقف إراقة الدماء. وإذا نظرنا إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، فهناك حالات كثيرة لتجميد النزاع، ومنها مثلا النزاع في إقليم ترانسنيستريا في مولدوفا الذي تم تجميده قبل 3 عقود. كذلك كان هناك نزاع متجمد في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، ولكنه في عام 2020 تحول إلى نزاع ساخن، وفي العام الماضي انتهى بإحكام أذربيجان السيطرة على الإقليم. تجميد النزاع يعني وقف عمل القتال مع ترك التسوية النهائية للسنوات أو العقود المقبلة. نعم، اقتصاديا أستاذ رامي، العقوبات التي تم فرضها منذ اندلاع الأزمة على الجانب الروسي كيف أثرت اقتصاديا على الاقتصاد في موسكو؟ يمكن القول ان هذه العقوبات اثرت سلبا. فمثلا قبل بدء الحرب كان سعر صرف الدولار في موسكو يبلغ 75 روبلا والان يقارب 93 روبلا، وهناك توقعات بان الدولار سيتخطى عتبه ال 100 روبل بعد الانتخابات الرئاسيه في مارس المقبل. كذلك روسيا خسرت حصتها في سوق الطاقه الاوروبيه وتضطر لبيع منتجات النفط والغاز الى اسيا باسعار اقل من تلك السائده في السوق. لكن في الوقت نفسه يمكن القول ان الاقتصاد الروسي لم ينهار، وهناك دائما انطباع شائع بان بلد في حاله حرب تحدث فيها مجاعات وافقار السكان وما الى ذلك، ولكن الوضع عكس ذلك تماما، لان الحروب تؤدي الى تنشيط تشغيل المصانع الحربيه، وهناك نحو 2 مليون شخص في روسيا يعملون في مثل هذه المصانع، وهذه المصانع الان تعمل بكامل طاقتها، وهذه الاموال التي تخصص لها ثم تعود مره اخرى الى عائله الاقتصاد. إذن لم ينهار الاقتصاد الروسي لكنه تأثر سلبا. نعم، هذا ما أتحدث عنه، هو هناك مظاهر سلبية لكنها لا تصل إلى حد الانهيار أبدا. نعم، يعني إذا أردنا أن نتوقع سيناريو للأيام المقبلة لهذا الصراع في القريب العاجل، حضرتك قلت أنه في حالة فوز ترامب فربما يتجه الصراع إلى التجميد، في حال سيناريو مختلف ما هي توقعاتك؟ لأن السيناريو المختلف هو في حال تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا بشكل كامل، وفي الحال تراجعت المعنويات الأوكرانيين، واستطاعت روسيا مثلا تحقيق تقدم مفاجئ وإحكام السيطرة على مدن كبرى مثل أوديسا أو ميكولايف أو حتى كييف. بالمناسبة نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس السابق ديمتري ميدفيديف تحدث قبل أيام وقال إنه لا يستبعد احتمالا أن تصل القوات الروسية إلى كييف في مرحلة ما من النزاع، ولكن حتى هذا السيناريو يبدو غير واقعي في المرحلة الراهنة، لأن المعارك لا تزال أقرب إلى معارك الكر والفر وخط الجبهة مستقر. نعم، ماذا عن الرأي العام داخل روسيا تجاه هذه الحرب؟ هل هو مؤيد لاستمرارها أم يتجه نحو تجميدها؟ الرأي العام الروسي يدعم العملية العسكرية في معظمه. صحيح هناك بعض الشباب والطلاب من أصحاب التوجهات الليبرالية والذين يرون أن مستقبل روسيا يجب أن يكون مع أوروبا، لكن هؤلاء يشكلون أقلية وصوتهم غير مسموع على نطاق واسع.
كذلك هناك دراسة أجريت حديثا تظهر أن الروس يدعمون العملية العسكرية ولكنهم لا يحبذون الحرب ويتمنون انتهائها ويفكرون على طريقة كان ينبغي أو كان أستاذ علينا النصر فيها. نعم نعم أسمعك. نعم هناك دراسة أجريت حديثا تظهر أن حزب الحرب لن يشكل الأغلبية في روسيا وأن أغلب السكان يتمنون انتهاء الحرب ولا يحلمون بالسيطرة على كييف وأوديسا ويفكرون على طريقة كان الأفضل لا تهدف حرب ولكن طالما حدثت فعلينا النصر فيها. نعم، ما مدى تكيف الشعب الروسي مع الأزمات المتلاحقة التي ألمت به؟ كما ذكرت هذه الأزمات ليست كارثية والأمور تسير بشكل طبيعي ونسبة البطالة منخفضة وهناك كثيرون شكلت الحرب بالنسبة لهم مصعدا اجتماعيا وماديا فمثلا كما ذكرت عمال المصانع الحربية الآن يتقاضون رواتب مغرية وهناك نقص في العمالة وكذلك هناك أشخاص بلا مؤهلات عليا أصبح بإمكانهم الذهاب إلى الجبهة وتقاضي رواتب جيدة هناك تبدأ من 2000 دولار شهريا كذلك هناك سجناء استطاعوا الحصول على فرصة ثانية في حياتهم بعد أن يلتحقوا بالقتال واستكملوا المدة المطلوبة البالغة 6 أشهر وإذا تحدثت عن المجتمع الروسي فهو في مجمله متماسك ولكن كانت هناك صدمة واحدة فقط هي كانت في خريف عام 2022 إن تم إعلان التعبئة الجزئية وحينها فر عشرات وربما مئات آلاف الشباب إلى الخارج خوفا من تجنيدهم ولكن منذ ذلك الحين تمكنت السلطة الروسية من الالتزام بالعقد الاجتماعي القائم في روسيا على توفير قدر من الرخاء والأمان للمواطنين مقابل عدم التدخل في السياسة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ رامي القليوبي الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من موسكو.